بخصوصي مشاركتنا لهذه السنة واستكمالا بطبيعة الحال لكافة الجهود التي قدمناها كرابطة كاتبات المغرب في الدورات السابقة. هذه السنة شاركنا بأكثر من 100 توقيع من مختلف الجهات والأقاليم. حضرنا كاتبات من جهة العيون وجهة الداخلة وجهة كذلك قلميم ومن قلميم ودنون وكذلك من جهة سوس ومن جهة خنيفرة جهة بني ملال خنيفرة ومن جهة الرباط ومن جهة الدار البيضاء ومن جهة طنجة والشرق ومن جهة تفيلات إلى غير ذلك من الجهات، إضافة بطبيعة الحال إلى جهة أوروبا حيث حضرت كاتباتنا في المهجر بكل من إيطاليا وفرنسا. مشاركتنا هذه السنة متميزة لأنها انفتحت على كافة الكاتبات سواء الكاتبات اللواتي ينتمين للرابطة كاتبات المغرب أو اللواتي خارج الرابطة منتميات لمؤسسات أخرى كبيت الشعر واتحاد كتاب المغرب. رابطة كاتبات المغرب وقعت نصوصا في الشعر وفي الرواية وفي المسرح وفي الدراسات، وهذه الكتب هي كتب جديدة 22-23 حيث أننا عملنا بهذا الاختيار لأنه يصعب كثيرا أن نوقع كتبا قديمة. أولا بهدف منا لتشجيع الكاتبة لكي تطبع كتبها استعدادا بطبيعة الحال للدورات المقبلة وكذلك لخلق مساحة أرحب لكافة الكاتبات اللواتي لهن إبداعات جيدة. بخصوص الكتب القديمة نحن اكتفينا بعرضها ومن أراد بطبيعة الحال أن يقتنيها كان الرواق مفتوحا لذلك. هذا بخصوص رواق رابطة كاتبات المغرب. رابطة كاتبات المغرب كذلك على مستوى التشارك كان لنا ندوة متميزة بتنسيق مع إدارة المعرض مع وزارة الثقافة حيث أننا ساهمنا بندوة العمق الثقافي والأمن الروحي في العلاقات الإفريقية المغرب المنطلق المغرب نموذجا. فكانت هذه الندوة بمشاركة أعضاء من رابطة كاتبات المغرب وبأعضاء من كاتبات إفريقيا حيث شاركت السنغال بمدام صوفي وكذلك من بوركينا فاسو مدام بيرناديت. كنا لدينا طموح كبير أن تكون مشاركات أخرى من دول إفريقيا ولكن نظرا لإمكانيات الوزارة فاكتفينا بهذا القدر على أساس أن نكمل تشاركنا ومشاركتنا مع وزارة الثقافة لكي نسير قدما في اتجاه الانفتاح جنوب جنوب.